بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، والنهاردة الصبح في شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في أمطار وفي شبورة، فعايزين نطمن أكتر. احنا بالفعل اليوم هنشهد حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه، بنتاثر بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيساعد على زياده فترات سطوع اشعه الشمس. مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه شماليه شرقيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فتعتبر اليوم درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار هتكون 22 درجة مئوية. هنحس بالطقس بداية فترة الصباح هيكون طقس مائل للبرودة، مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس هنحس بالأجواء اللطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء الأجواء هتكون عليها حارة فترة النهار. مع دخول فترات الليل والغياب التام لأشعة الشمس هنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحراره، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر الاجواء بتكون اجواء بارده على اغلب انحاء الجمهوريه. ايضا اليوم فرص الامطار هتنحصر فقط في بعض المناطق من السواحل الشماليه الشرقيه زي دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، بعض المناطق كمان من وسط سيناء، وهي فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، هنلاحظها في مناطق والمناطق الاخرى لا. بالاضافه كمان ان اليوم تكونت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وادت لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، هتستمر حتى سطوع اشعه الشمس يعني تقريبا ساعه كمان بالكثير، وهتبدا الرؤيه معاها تتحسن على اغلب الطرق، لان مع سطوع اشعه الشمس تبدا الشبوره المائيه في التلاشي. متوقع من غدا الخميس ان شاء الله يكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، توقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 24 درجه مئويه، فهنحس بدفء فترات النهار يمكن كمان هتصل ل 25 درجه مئويه مع نهايات الاسبوع ان شاء الله، 25 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فخلينا نحس بالاجواء الدافيه فترات النهار، لكن فترات الليل هيكون ما زال في انخفاض في درجات الحراره مع استمرار طبعا تكون الشبوره المائيه. عشان كده مهم جدا ننصح الساده المواطنين مش عاوزين ننخدع بفترات الدفء فترات النهار ونغير نوعيه الملابس، لان فترات الليل هنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحراره. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه على اغلب محافظات الجمهوريه. هنبدأ بالقاهرة الكبرى العظمى فيها 22 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 22-14، اسكندرية 23-14، العالمين الجديدة 23-14، مطروح 22-14، دمياط 22-15، بورسعيد 22-15، إسماعيلية 22-13، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 15، العريش 22-14، كاترين 16-5، طابة 21-14، حلايب 25-20، شلاتين 27-19، شرم الشيخ 25-17، الغردقة 25-17، الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 14، بني سويف 22-13، الوادي الجديد 24-14، أسيوط 23-11، سوهاج 23-12، قنا 23-14، الأقصر 25-14، وأخيرا أسوان 25 والصغرى 13. ودي كانت يعني حالة الطقس النهاردة وكمان درجات الحرارة المتوقعة في أغلب محافظات الجمهورية، وكمان التحذيرات اللي قالتها لنا دكتورة منار غانم إن احنا ناخد بالنا مع ارتفاع درجات الحرارة اليومين الجايين ما نخففش اللبس بتاعنا، لأننا خلاص يعني أسبوعين بالكتير وندخل في يعني توقيت أو حسب التعليمات الفلكية إن احنا خلاص داخلين في فصل الشتاء، ونرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت نكمل معاهم باقي
فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا.